رصدت كاميرا الدنيا مشاهد الخراب والتخريب التي تركها فلول الإرهاب في قرية الخضيرة بعد أن فروا منها إثر دخول وحدات من جيشنا الباسل. لم يدخل الإرهاب بقعة من الجغرافيا السورية إلا وترك فيها بصماته الملأة بكل شرور الكون من خطط لتدمير الدولة الوطنية السورية. مدرسة ابتدائية في قرية الخضيرة بريف حماه استخدمتها عصابات جبهة النصرة الإرهابية، مواد غذائية أرسلت من عدة بلدان إقليمية وخليجية، وفي لباسهم العفن ما حيكت خيوطه المسروقة من قبل الجار الشمالية. أما أجهزة الاتصال تلك فتدلل على تنسيق أعمالهم الشيطانية. وفي أدوات إجرامهم المتنوعة ما تجدد من تنوع أساليب الموت لممارساتهم التكفيرية، قنابل يدوية وصواعق وأصابع TNT وسواها الكثير، عبوات ناسفة على تعدد أوزانها فككتها عناصر الهندسة في الجيش العربي السوري. أما خنادق وأنفاق ظلامهم أمست شاهداً متجدداً على نقل الأعتدة البشرية المسلحة لقتل الأبرياء من الشعب السوري، على تعدد وتنوع وسائل تدميرهم البشر والحجر، إلا أن عيون الجيش العربي السوري لا زالت شاخصة لإعادة الأمن والأمان لكافة الأراضي السورية بقضائها على عصابات الموت المأجورين من قبل أعداء الوطن.